إن 8 بتوقيت غرينتش والحادية عشرة بتوقيت السعودية. ساعة صباحية جديدة من العربية نبدأها دائما بأبرز العناوين. هدنة غزة متعثرة، حماس تتمسك بإنهاء الحرب وإسرائيل ترفض. في السودان النزوح مستمر ومعركة الفاشر تنذر بتقسيم البلاد. فضوع اعتصامات طلاب الجامعات الأمريكية يخيم على الحملات الانتخابية. وفي ملفاتنا الخاصة، بعد وقف تركيا التجارة مع إسرائيل نرصد حجم التبادل بين البلدين. كلما اقتربت تعرقلت مفاوضات الهدنة في غزة تتعثر من جديد. بندان رئيسيان يعرقلان الصفقة ورفح تحبس أنفاسها. وداخل إسرائيل تتصاعد الخلافات في الحكومة والاحتجاجات في الشارع. الفاشر، ماذا لو وقعت المعركة؟ خطر يهدد بتقسيم كل السودان. وفي ألمانيا فضائح التجسس تتكشف. اختراق 6000 اجتماع أمني للجيش يضع الحكومة في موقف محرج. في ملفاتنا الخاصة، مخاوف من موجة غلاء غير مسبوقة في إسرائيل. لماذا؟ نعرف هذا في النشرة الصباحية. أهلا بكم. تحبس رفح أنفاسها مع تعثر صفقة الهدنة في غزة مرة أخرى، ما السبب؟ السبب يقف عند بند إنهاء الحرب رجاء. فمنذ اليوم الأول للمفاوضات في القاهرة، أفاد مصدر من حركة حماس لشبكة سي بي إس الأمريكية أن مفاوضات التهدئة لم تحرز تقدما. لكن تلفزيون القاهرة الإخبارية نقل قبل قليل بأن هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، وأن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف. ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن ما ينشر عن بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق. في المقابل، وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول تأكيده أن إسرائيل لن ترسل وفدها إلى القاهرة إلا بعد تسلم رد حركة حماس حول الصفقة المقترحة، وأنها لن تقدم أي التزام إلا إذا كانت هناك مرونة في رد الحركة. وكان مسؤول سياسي قد قال إن إسرائيل لن توافق بأي حال من الأحوال على إنهاء الحرب كجزء من اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. المسؤول أضاف أن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح وسيدمر ما تبقى من كتائب حماس، سواء تم التوصل إلى هدنة مؤقتة للإفراج عن الرهائن أو لا. يبدو أن الموقف الأساسي لإسرائيل برفضها وقف الحرب واجتياح رفح لم يتغير، مما عرقل التوصل إلى هدنة. لكن ما هي أبرز نقاط الخلاف هذه المرة؟ نايف، ربما لديك معلومات أكثر عن ذلك. ربما أن تأخر تسليم حماس لردها على هذه الصفقة يعني هو المعرقل الأساسي حتى هذه اللحظة. لكن هناك اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بعرقلة طريق الهدنة. بموازاة ذلك، استؤنفت المحادثات يوم السبت في القاهرة، لكن لا تقدم ملحوظ في الوصول إلى اتفاق حتى الآن، رغم أن حماس وافقت بالفعل على إطلاق سراح 33 محتجزا، لكنها طلبت مزيدا من الوقت لمراجعة عدد البنود قبل تسليم الرد النهائي، وطالبت بإدخال بعض التعديلات والحصول على ضمانات لازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وبشكل مكتوب. أما نقطة الخلاف الأبرز مشاهدين بين الطرفين، فلا تزال تتمحور حول مسألة اجتياح رفح ووقف الحرب بشكل نهائي، وهو ما تعارضه إسرائيل بشكل قاطع، وتتمسك به حماس كشرط أساسي لأي صفقة محتملة. وفي تصريحات المصدر الذي نقله طبعا تلفزيون القاهرة الإخبارية قبل قليل، أكد أن عودة الفلسطينيين المهجرين من جنوب قطاع غزة إلى شماله هي واحدة من بنود هذا الاتفاق.
وكما ذكرنا أيضا مشاهدينا فإن تل أبيب لم ترسل وفدا إلى المفاوضات، تقول أيضا إنها بانتظار رد الحركة على المقترح. إذن رجاء، يبدو أننا أمام عراقيل لهذه الصفقة حتى هذه اللحظة، وبنود أيضا يعني مختلف عليها بشكل أساسي. يبدو أن التظاهرات أيضا تصاعدت في الشارع والخلافات تصاعدت أيضا في الحكومة. فالسياسيون الإسرائيليون اختلفت آرائهم حول الهدنة، فمثلا وزير الأمن القومي إتمار بن كفير رحب بقرار نتنياهو بعدم إرسال وفد إلى القاهرة قائلا لا صفقة غير شرعية، نعم لدخول رفح. شاطره والرأي أيضا وزير المالية سموتريتش معلنا أن الصفقة التي تنهي الحرب هي كارثة داعيا إلى اجتياح رفح. أما زعيم المعارضة يائير لبيد فقد صرح أنه لا يوجد شيء اسمه انتصار دون اتفاق وعودة للمخطوفين، ومطالبا نتنياهو بإرسال فريق مفاوض إلى القاهرة وأن لا يعودوا دون اتفاق. من القاهرة ينضم إلينا مراسل العربية تامر نصرت، أهلا وسهلا بك. من القدس مراسلة العربية لنا كل غاسي، أهلا بك أنت أيضا. إذن نبدأ معك تامر أو نبدأ مع لانا، تفضل. أبدأ معك لانا، يعني بالسؤال أولا عن الموقف الإسرائيلي، يبدو حتى هذه اللحظة محجم عن إرسال وفد إلى القاهرة، لماذا؟ هل لا زالت إسرائيل أيضا تتمسك ب يعني مسألة اجتياح رفح، كما نقلت جيروزاليم بوست بأن هناك مسؤول إسرائيلي أصر على هذه المسألة حتى وإن كان هناك اتفاق؟ الإشارة هنا إلى بنيامين نتنياهو. نعم بالطبع، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو في حالة أو هو حقيقة في مأزق بالحقيقة، خاصة بأن كان هناك ضغوطات داخلية سواء من بعض الوزراء، إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف أو حتى وزير المالية بتسلائيل سموتريتش وعدد من الوزراء اليمينيين الذين دائما يضغطون على بنيامين نتنياهو بالدخول برا وتنفيذ عملية عسكرية في رفح. ولكن تزامنا مع ذلك هناك أيضا شارع إسرائيلي غاضب، حيث خرج الآلاف من المتظاهرين بالأمس أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة مجددا بالتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. لذلك من ناحية بنيامين نتنياهو يقع حقيقة في مأزق بين اليمين المتطرف داخل الحكومة ويهددونه بالتخلي عن هذه الحكومة. لكن يعني هنا يعني كيف لنا يدير نتنياهو هذه الخلافات داخل حكومة إي بشأن هذه الصفقة؟ ما الذي يخشاه اليوم من وقف إطلاق النار حسب المعطيات المتوفرة لديك؟ وأيضا ماذا عن عملية رفح ومخاوفه من يعني ألا يقوم بها؟ هل ليس لديه خيار إلا اجتياح رفح من أجل إرضاء حكومته؟ بالطبع بنيامين نتنياهو الآن يتحدث بأنه لا يريد إرسال وفدا إسرائيليا إلى القاهرة حتى يكون هناك ردا إيجابيا من حركة حماس، ومن ثم يتم اتخاذ مثل هذه القرارات. تم الترحيب بهذا القرار من بعض الوزراء اليمينيين كما تحدثنا، وبطبيعة الحال هو الآن يعني في مأزق بين اليمين المتطرف وأيضا الشارع الإسرائيلي. ولكن من ناحية أخرى هو لم يحقق الأهداف الذي كان قد وضعها منذ بداية الحرب، وهي القضاء على القدرات العسكرية لدى حركة حماس. طيب. وحتى استرجاع الأسرى الإسرائيليين أحياء إلى إسرائيل. إلى جانب أيضا المظاهرات والتجمعات التي يعني وصفت بأن أكثر من 70 تجمعا ليلة البارحة، مطالبين ب يعني محاولة الضغط باتجاه عودة المختطفين أو الأسرى أسرى الحرب. هناك أيضا شارع آخر خرج في القدس، هناك مظاهرات الآن في هذه اللحظة أمام مكتب بنيامين نتنياهو تطالب هي الأخرى بعدم إبرام صفقة تبادل وهدنة لنا. نعم
نعم، بطبيعة الحال بالفعل كما تحدثنا بالأمس كان هناك مظاهرات حاشدة، وهذه ليست المرة الأولى. نتحدث أن طيلة الأشهر الماضية كان هناك مظاهرات حاشدة وكبيرة جدا، سواء في تل أبيب، في القدس، وعدد كبير من المناطق تدعم التوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. ولكن من ناحية أخرى ربما هناك أعداد من الإسرائيليين الذين هم مدعومين طبعا من اليمين المتشدد، الذين يطالبون باستمرار العمليات العسكرية والتوجه إلى عملية عسكرية في رفح، وهم نفسهم الذين أيضا يقومون باعتراض الشاحنات المساعدات الإنسانية التي تتوجه إلى قطاع غزة، ويقومون بإغلاق الشوارع حتى يمنعون هذه المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة. ولكن اليوم عصرا سوف يكون هناك جلسة لمجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة آخر التطورات بخصوص المفاوضات وآخر التصريحات من قبل الحكومة الإسرائيلية. شكرا لك من القدس مراسلة العربية لنا كلاسي على كل هذه المعلومات. سنتابع مع زميل تابر نصر طبعا إن كان جاهزا من القاهرة. وفي التطورات الميدانية في قطاع غزة، ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن إسرائيل تطلق النار على مناطق ساحل مدينة رفح، كما أكدت سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين بغارات إسرائيلية طالت عدة مناطق بقطاع غزة، حيث استهدف القصف الإسرائيلي مدينة رفح ومنطقة الزوايدة ومخيمي المغازي والبريج ودير البلح وحي الزيتون وسط القطاع. كما شنت القوات الإسرائيلية غارتين على حي السلام شرق مدينة رفح جنوب غزة. ينضم إلينا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل العربية أسامة الكحلوت. أسامة أهلا وسهلا بك. أسامة، ما آخر التطورات الميدانية لديك؟ هل هناك تكثيف للغارات الإسرائيلية على رفح استعدادا لعملية برية هناك؟ نعم، حتى هذه اللحظة ما زالت زوارق الجيش الإسرائيلي تطلق النار على خيام النازحين في المنطقة الغربية لمدينة رفح، كما هو الحال أيضا تطلق النار على قوارب الصيادين في ميناء دير البلح أيضا. يعني هذا الحال مستمر منذ ساعات صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة عن استهداف منازل المدنيين في محيط منطقة النقطة الأمنية المقامة على شارع صلاح الدين، سواء هذا الاستهداف كان للمنطقة الشمالية لهذه النقطة أو المنطقة الجنوبية. في المنطقة الشمالية تم استهداف منطقة حي الزيتون بقذائف مدفعية، بالإضافة إلى إطلاق الدبابات النيران باتجاه منازل المدنيين المتواجدة في منطقة حي الزيتون. بالأمس سقط 3 ضحايا أم وطفليها من ضمن الذين تم استهدافهم في هذه المنطقة ولم يغادروا منازلهم باتجاه منطقة جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى أن المدفعية أيضا تطلق النار والقذائف باتجاه منطقة أرض المفتي في شمال مخيم النصرات، والتي تعتبر هذه المنطقة ضمن المناطق الآمنة. ولكن بعد توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه منطقة مخيم النصرات، كل سكان هذه المنطقة أخلوا منازلهم باتجاه منطقة رفح ومنطقة دير البلح تجنبا لاستهداف أبنائهم وعائلاتهم. وبالتالي حتى هذه اللحظة المدفعية تضرب سواء في النقطة الأمنية أو سواء شرق منطقة مدينة رفح وشرق منطقة مخيم المغازي، كل هذه المناطق تتعرض لقصف مدفعي عنيف حتى هذه اللحظة منذ 3 أيام. في بعض الأوقات يتم استهداف المواطنين بشكل مباشر وتنقل الإصابات إلى المستشفيات، وفي أوقات أخرى يكون هناك استهداف لمنازل وأراضي خالية من السكان في هذه المناطق. حتى هذه اللحظة أيضا هناك عدد كبير من المصابين يتم انتشالهم بعد أيام نظرا لصعوبة وصول رجال الإسعاف أو الدفاع المدني إلى هذه المناطق. على مدار 3 أيام الماضية بالإمكان الحديث على أنه تم إعادة الحياة لمستشفيات رئيسية في قطاع غزة، أهم هذه المستشفيات مستشفى كمال عدوان في منطقة مخيم جباليا. بدأت الطواقم الطبية بإعادة ترميم لهذا المستشفى وإعادة الأسرة والطواقم الطبية وبدء إدخال أدوية إلى هذا المستشفى، بالإضافة إلى أنه تم إعادة افتتاح أقسام داخل مستشفى الأمل في مدينة خان يونس وهو على بعد أمتار من مستشفى ناصر. وكذلك هو الحال تم البدء الآن بإعادة الحياة أيضا لمستشفى ناصر في مدينة خان يونس بعد توافد طواقم طبية دولية ومنظمات. هذه إذن 3 مستشفيات كما ذكرت عدد ربما للعمل بشكل جزئي. أشكرك من رفح جنوب قطاع غزة مراسل العربية أسامة الكحلوت. يا
نرصد تفاصيل محادثات هدنة غزة من القاهرة، ومعنا مراسل العربية تامر نصرت. تامر، أهلا وسهلا بك. تامر، يعني كان قد نشر كلام للسنوار يقول فيه لأول مرة بأن الصفقة هي الأقرب إلى مطالب حركة حماس، رغم وجود مجموعة من التحفظات، ووسط حديث لمسؤولين إسرائيليين أيضا عن أن كل ما يروج بالإعلام هو غير صحيح وغير دقيق. ماذا إلى حدود الآن عن التحفظات التي يعني تلوح بها حماس عن هذه الصفقة، وما الذي تسعى إليه مصر والوسطاء من أجل إنضاج هذه الصفقة بشكل سريع؟ أهم نقاط التحفظ بطبيعة الحال هي مسألة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستديم، وليس أن يكون هناك يعني هدنة في وجود عمليات عسكرية من قبل إسرائيل كما أذيع في الإعلام العبري. وفي هذه الحالة فإن هناك عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها بالفعل طبقا لتصريحات خرجت من مسؤولي حماس وأيضا من مصادر قريبة من هذه المفاوضات، تتمحور حول المرحلة الأولى من الاتفاق وتبادل الأسرى من المدنيين، لأن هناك عدد من المراحل على مدار 4 أشهر في هذا الشأن. ولكن على الجانب الآخر وجدنا أن مصدر مصري رفيع المستوى قد ظهر أو تحدث لوسائل الإعلام المصرية، اختص بعضها بتصريحات حول أن هناك تقدم إيجابي في هذه المفاوضات، وأن من ضمن البنود أيضا مسألة عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. هذه أيضا كانت واحدة من النقاط الخلافية خلال الفترة الماضية. يعني هناك الكثير من النقاط الخلافية تامر، لكن ماذا عن عودة واستئناف هذه المفاوضات، الحديث عن استئنافها يوم غد، الحديث أيضا عن إحجام إسرائيل عن إرسال وفد أيضا كذلك إلى القاهرة، وصول أيضا وفود وسطات أخرى، تحدثون عن القطرية أيضا ربما، ما الذي سيتغير هذه المرة في هذه المفاوضات عن المقترح المصري الذي كان قد قدم، توقفت المفاوضات وبعد ذلك عادت لتستأنف من جديد؟ في هذه الحالة أستطيع أن أقول لك أن المفاوضات ليس لها سقف زمني، فمسألة أنها تستمر اليوم أو تستكمل غدا فهذا يعني أمر متروك لمرونة الاتفاق، إلا إذا أعلن بشكل أو بآخر عن فشل التوصل إلى صيغة توافقية حول واحد أو أكثر من البنود. على الجانب الآخر، وجود الوسيطين المصري والقطري هذا معلن من الأمس، وكذلك وجود الوفد من الاستخبارات الأمريكية برئاسة مدير الاستخبارات نفسه ويليام بيرنز. فبالتالي مسألة وجود إسرائيل أو وجود وفد إسرائيلي من عدمه غير ذات صلة، لأن دائما ما يكون دور الوسيطين المصري والقطري هو إطلاع الأطراف على ما يتم التوصل إليه أو ما يتم طلبه من قبل طرف أو آخر. هكذا تكون المفاوضات التي يديرها الوسطاء، لا تكون مفاوضات مباشرة بين الطرفين المعنيين، ولكن تكون من خلال الوسطاء. وبالتالي أيضا يعني وجود الوفد الأمريكي فهو طبقا لأحد المحللين القريبين من هذه المفاوضات كذلك قال لي أنه تقريبا يتفاوض بالنيابة عن الجانب الإسرائيلي. فكل هذه الأمور من الممكن أن تؤدي إلى التوصل للاتفاق، أو إذا بقيت النقاط العالقة دون صيغة توافقية فربما في هذه الحالة يتم الاحتياج أو يتم اللجوء لجولة جديدة أو نوع من الضغوط. يعني هذا ما ننتظر أن نراه خلال الفترة القادمة. شكرا لك تامر نصرت، مراسل العربية من القاهرة. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتل 3 من عناصرها بينهم قائدها بيطول كرم. خلال وذلك حدث خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي ببلدة دير غصون في الضفة الغربية بعد اقتحام قوات خاصة إسرائيلية البلدة ومحاصرة منزل شمال طول كرم. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعود لأيمن زعرب أحد قادة لواء رفح بحركة الجهاد. الآن إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وغارة جديدة استهدفت منزلا ببلدة ميس الجبل في محافظة النبطية بجنوب لبنان. وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، في وقت مبكر دوت فيه صفارات الإنذار في شمال إسرائيل. هذا وبعد أكثر من 200 يوم من الحرب التي لامست صدماتها القاسية من نجا من أطفال غزة. قرر نازح فلسطيني توفير ما يمكن أن يخفف عليهم وطأة الألم والخوف. منطقة ترفيهية في رفح أطلق عليها النازح اسم منطقة جبر الخواطر، وذلك لتخفيف أهوال الحرب على الأطفال.
أطفال غزة ينشدون للترويح عن أنفسهم ونسيان صدمات الحرب هنا في مدينة رفح، ما بين أصوات اللعب والمرح وابتسامة فرحتهم، وما بين خيام النازحين المتناثرة على رمال الصحراء بتل السلطان. يستبشر أطفال غزة بمنطقة جبر الخواطر، كما أطلق عليها النازح الفلسطيني محمد المصري، والذي كانت فكرته في توفير هذه المنطقة مدفوعة بالدمار النفسي الذي خلفته الحرب على الأطفال. فكرة الألعاب، يعني احنا عارف احنا بنمر في ظروف صعبة وضيق الحال، فتمت الفكرة إنشاء ألعاب للأطفال للتخفيف عنهم، فقمنا بشراء بعض الألعاب وتم إنشاء في منطقة بين الخيام لعمل لازم للأطفال. هذه المنطقة الترفيهية بنيت بما خلفته الحرب من أساور الخشب وأكياس النايلون، بل ألعاب مثبتة بأكياس الطحين يتم تشغيلها يدوياً. مرحة يعني ممتازة جداً، يعني وها هي يعني الصورة يعني موجودة، يعني الحمد لله فرح الأطفال وانبسطوا. احنا انبسطنا كتير، بنجي احنا وجيراننا وصحباتنا بنلعب، كنا قاعدين بالخيمة جبتونا الألعاب، انبسطنا كتير، احنا بدنا ألعاب ريحتنا نفسنا كتير. كلمات تعبيرية تخرج من طفلة، فكل ما تعلمه وتريده الآن هو أن تستمر الألعاب ويستمر هذا الفرح بين أصدقائها في مكان لعل أن ينال فيه نصيباً من اسمه، ويكون فعلاً جبراً لخواطرهم بعد غياب الفرح عنهم منذ أكثر من 200 يوم. العنود العبدلي، العربية. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفي بعد الفاصل. صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات التصعيد في البحر الأحمر على اليمن. ولدينا أيضا العربية تتجول في أحياء الخرطوم المعزولة، أحياء أشبه بمدينة الأشباح. حياكم الله من جديد. في تقرير أصدره قبل قليل حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات التصعيد في البحر الأحمر على اليمن، وأرفق تقرير ببيانات عن الحالة الاقتصادية للبلاد. في السياق ذاته، أكد مسؤولون أمريكيون للعربية استمرار جهود مواجهة تهديدات الحوثي رغم مغادرة حاملة الطائرات أيزنهاور مياه البحر الأحمر وخليج عدن. المسؤولون تحدثوا عن خيارات عديدة على الطاولة لمراقبة الحوثيين وردعهم. لا نية للأمريكيين في خفض الحشد العسكري في المنطقة، وذلك بغية مواجهة تهديدات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن. مسؤولون أمريكيون تحدثوا للعربية عن خطط البنتاغون لتكثيف مراقبة الحوثيين، حيث تم إرسال سرب من طائرات F-16 عالية القدرة إلى المنطقة بعد انسحاب حاملات الطائرات أيزنهاور ووصولها الآن إلى اليونان. في هذا السياق، أكد متحدث عسكري للعربية أن هناك خيارات عديدة لمراقبة الحوثيين، منها القواعد البرية في المنطقة. المسؤول ذاته أشار إلى وجود تنسيق مع الحلفاء لردع الحوثيين من خلال تكفل بعض القوات المشاركة في المهمة البحرية المسمى حارس الازدهار بمرافقة السفن التجارية، بينما تتفرغ القوات الأمريكية لمراقبة الحوثيين وقصف أهداف ضرورية مثل الصواريخ. إصرار كبير تبديه القيادة العسكرية الأمريكية لمواجهة الحوثي، ترافقه حالة إحباط من عدم تجاوب إيران مع الطلبات المتكررة لردع أذرعها في المنطقة. حتى الآن لا يرى المسؤولون الأمريكيون أن طهران تقوم بدورها لمنع هجمات الحوثي، لكنهم يرددون تصريحا لوزير الدفاع لويد أوستن قال فيه منذ أسابيع: إن كان لدى الحوثيين أسلحة فلدي أكثر منهم بكثير. موقف يعكس حزم واشنطن والحلفاء بشأن المضي في خطط حماية السفن والمياه الدولية بوجه ميليشيات الحوثي.
منذ بداية الحرب في السودان وحتى الآن النزوح مستمر وبوتيرة عالية. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت أن آلاف السودانيين يعبرون الحدود مع تشاد يوميا، وأن حياة الآلاف مهددة بالخطر بسبب سوء التغذية. لكن هناك خطر آخر على الطريق، هذا الخطر بالتأكيد سنتعرف عليه معك رجب وفي تفاصيله أيضا. هناك يعني مجموعة كبيرة من المخاطر ونقوص الخطر أو نواقيس الخطر دقت منظمات دولية دقتها خوفا من تصاعد المعارك في ولاية شمال دارفور غربية السودان وتحديدا محيط عاصمتها الفاشر التي يتحصن بها الجيش وحركات مسلحة أخرى. نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان توبي هاورد حذر من أن اندلاع أي قتال بين الأطراف من أجل السيطرة على مدينة الفاشر ستكون له تداعيات مدمرة على المدنيين هناك. فالأوضاع الإنسانية سيئة للغاية، والتقارير الأممية الأخيرة تتحدث وتشير إلى أن طفلا واحدا على الأقل يلقى حتفه كل ساعتين داخل معسكر زمزم نتيجة سوء التغذية، وأن نحو 142 ألفا في معسكر كلمة بجنوب دارفور يعانون وطأة الجوع، وهو الحال ذاته في معسكر رونكتاس بوسط دارفور والذي شهد 20 حالة وفاة في أبريل الماضي. من دارفور ينضم إلينا الصحفي عبد المنعم مادب. سيد عبد المنعم مرحبا بك معنا في هذه النشرة. أبدأ معك أولا، يعني مع كل هذه التحذيرات الدولية الإقليمية أيضا وحتى ربما الداخلية في السودان من بعض المنظمات الموجودة هناك، يعني يبدو أن اندلاع القتال في الفاشر بات مسألة وقت، لكن أولا لماذا تأخر؟ هل هناك ما يدل على أي تراجع في هذه العملية من قبل قوات الدعم السريع؟ نعم، التحية لك والتحية لمشاهدي قناة العربية وكل الشعب السوداني الذي يعاني وقت هذه الحرب اللعينة. يعني في تقديري الوضع في شمال دارفور الآن يعني يعيش الكثير من التعقيدات في اعتقادنا ممكن تؤجل من معركة الفاشر، لجهة أن كثير من يعني احتشاد فصائل متعددة من حركات الكفاح المسلح التي انضمت للقتال بجانب الجيش بالإضافة إلى القوات المسلحة، هذا الوضع يعني يشبه لحد ما أو أكثر تعقيدا منه من الوضع الذي كان في ولاية غربي دارفور والذي نتجت عنه تلك الجرائم البشعة والظروف الإنسانية السيئة التي نتجت عن الدخول في ولاية غرب دارفور أو معارك غرب دارفور. بالتالي ربما تبقى الوضعية في الفاشر هي شبيهة أو أكثر سوءا منه مما كانت عليه في غرب دارفور. بالتالي هذا مؤشر ربما أنا في اعتقادي إنه قوات الدعم السريع ليست يعني مستعدة في إنها تدخل في مجازفة شبيهة أو أكثر تعقيدا من تلك التي كانت في غرب دارفور. لكن بما أنها يعني غير قادرة على الدخول في هذه المجازفات، يعني هل هناك أي استعداد اليوم لطرفي الصراع للدخول في مفاوضات عبر منبر جدة كما يجري الحديث عنه الآن وسط تحذيرات دولية من خطورة الموقف في دارفور؟ وما الذي قد يجعل المفاوضات ناجحة بما أن كل المفاوضات السابقة باءت بالفشل وأكثر من هدنة تم التوقيع عليها ولم يتم الالتزام بها؟ نعم، هذا ما يرجوه كل الشعب السوداني أو على الأقل الذين لا يؤيدون الحرب. يعني من الشيء المؤسف في السودان أن هناك من يؤيد الحرب ويدعو إلى استمرارها، وهناك من يدعو إلى إيقافها ويسعى بكل ما يمكن أن يوقف هذا الحرب أو يسعى لدفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات. لكن الشيء المؤسف حسب متابعتي لآخر التصريحات لقائد الدعم السريع في بعد
اتصاله مع رمضان العمامرة المبعوث الأمم المتحدة لم يذكر في حديثه أنه تطرق إلى مسألة المفاوضات بينه والقوات المسلحة. وكثيرا ما يذكر قائد الدعم السريع في كل لقاءاته وفي كل مقابلاته وفي كل تصريحاته يذكر أنه مستعد للدخول في مفاوضات، لكن الشيء المؤسئ أن أحطه في تلك التصريحات لم يشير إلى هذا الأمر. نشكرك جزيلا، كنت معنا من دارفور الصحفي عبد المنعم مادبو، شكرا جزيلا لك. في السودان أيضا مزقت الحرب مدن العاصمة الثلاث وأصبحت مناطق معزولة عن بعضها نتيجة استمرار القتال في البلاد. فريق العربية استطاع الوصول إلى أحياء شمبات بمدينة بحر شمالي العاصمة ورصد أوضاع من بقي في هذا الحي. تمسكوا بالبقاء وتحملوا شدائد الحرب، تآزروا وتعاونوا في ظروف عصيبة، ظروف أجبرت أهالي هذا الحي بمنطقة شمبات على التكيف مع أوضاع معقدة لتأمين ضروريات حياتهم، فبادروا إعداد الطعام جماعيا وتوزيعه فيما بينهم. يتوافد الناس إلى مكان واحد يعرف محليا باسم التكايا. المبادرة بدأت بأنه يعملوا حلة بتاعت بليلة وحلة رز بلبن وبتاع وكده، استمر الأمر الحمد لله مشينا لقدام، بقينا نوفر وجبة بتاعت غداء لكل الحي. تحمل مياه الشرب من مسافات بعيدة ليتشارك الجميع بعد ذلك نساء ورجالا في إعداد الطعام، بينما يتسابق هؤلاء الفتية لإيصال ما جدت به هذه المبادرة لأهالي الحي، فيما توزع حصص أخرى للقادمين من الأحياء المجاورة. أنا من أهالي شمبات الأراضي، جيت ناسحة هنا شمبات الحلة، يعني عندي أهالي هنا وجيت قعدت والحمد لله، والله يعني ما بكذب عليكم، التكايا عايشة ناس دي 11 12 شهر نحن عايشين بالتكايا، لكن مساعدات من برا ما في، أطفالنا ما لاقين لبن، أطفالنا ما لاقين بسكويت، أطفالنا ما الموية برضو بمجهود أهل الحي المنطقة. التعليم لا ينتظر، مبادرة أخرى تحتضنها هذه المدرسة، وهو شعار أطلق من معلمين ومتطوعين في الحي لتوفير بيئة دراسية للطلاب بعد أن بددت الحرب مستقبل الملايين منهم وتركتهم يواجهون مصيرا مجهولا. احنا لاحظنا أنه وجود الطلاب خارج الحقل المدرسي خارج المدرسة يؤدي إلى مشاكل تربوية كبيرة، فلذلك المبادرة ليس كان هدفه هو التعليم فقط، لا، نريد أن نضمن جو تربوي سليم. يعتمد الناس هنا على التعاضد الاجتماعي لمواجهة المحنة وأوزار ما صنع الآخرين، فترتيب الطعام جماعيا وتعليم جميع المراحل الدراسية تحت سقف واحد حتما هو واقع جديد فرضته عليهم ظروف الحرب، لكنه على الأقل يمنح من تبقى من سكان هذا الحي جزءا من الأمان المفقود. المقداد حسن، العربية، من أحياء شمبات بمدينة الخرطوم بحري. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. أيضا إجراءات عقابية تلاحق المحتجين في الجامعات الأمريكية، وآخر الأساليب الدراجات لصد الاعتصامات. ولدينا أيضا اختراق جديد يحرج ألمانيا، التجسس على 6000 اجتماع للجيش. مشاهدينا نرحب بكم من جديد، وفي ملفنا الخاص مخاوف من موجة غلاء غير مسبوقة في إسرائيل. هذا بسبب قرار تركيا تعليق علاقاتها التجارية مع إسرائيل. فما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ تفاصيل مع زميلين زيدان زينكلو من إسطنبول وأيضا لنا كالغاسي من القدس. قرار تركيا بوقف التجارة بشكل نهائي مع إسرائيل يأتي انعكاسا لتراجع العلاقات بين الجانبين، كما يثير الكثير من التساؤلات عن المتضرر والمستفيد من هذا القرار. بالنظر إلى الأرقام، سيكون الاقتصاد الإسرائيلي هو المتضرر الأكبر، إذ بلغت صادرات تركيا إلى إسرائيل نحو 5 أضعاف وارداتها. ووفقا لبيانات جمعية المصدرين الأتراك، انخفضت صادرات تركيا إلى إسرائيل بنسبة تجاوزت 21% في الربع الأول من العام الجاري.
في خضم هذه الأرقام كان هناك سؤال عن مصير البضائع التركية إلى الأراضي الفلسطينية التي كانت تمر عبر الجمارك الإسرائيلية، لكن وزارة التجارة التركية قالت إنها ستنسق مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية لضمان عدم تأثر الفلسطينيين بهذه القيود. كان هذا هو المشهد في تركيا. الزميلة لانا كلغاصي تنقل لنا الصورة من الجانب الآخر. بالفعل زيدان، اعتبرت إسرائيل من ناحيتها قرار تركيا أنه ضربة قوية للعلاقات المتدهورة بين البلدين، كونها تعتبر الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، حيث يبلغ حجم التجارة بين البلدين 6,800,000,000 دولار للعام الماضي. ويعتبر التجار الإسرائيليون تركيا مصدراً للعديد من المنتجات بأسعار معقولة، منها المنتجات الاستهلاكية ومنتجات البناء والأسمنت والسيارات وغيرها، فيما يقتصر الاستيراد التركي من إسرائيل ما قيمته 1% من الواردات. تخوفات كبيرة في إسرائيل من عواقب المقاطعة التركية على الاقتصاد الإسرائيلي، فغياب تركيا من قائمة الواردات الإسرائيلية قد يؤدي إلى حالة من الاضطراب وموجة من ارتفاع الأسعار في عدد كبير من القطاعات، خاصة قطاع البناء، حيث تستورد إسرائيل معظم المتطلبات من تركيا. ويخشى البعض في إسرائيل من تفاقم الوضع أكثر، ليصل إلى حد منع السفن الإسرائيلية من المرور عبر مضيق البسفور أو الدردنيل، أو حتى منع الطيران الإسرائيلي في سماء تركيا. الاحتجاجات في الولايات المتحدة الداعية لوقف الحرب في غزة مستمرة بل وتتصاعد حدتها. فقد اعتقلت الشرطة حتى الآن أكثر من 2000 متظاهر من جامعات في مختلف أنحاء البلاد. كما أزالت الشرطة مخيم اعتصام في جامعة فرجينيا في وقت تستعد فيه جامعات أمريكية أخرى لمزيد من الاحتجاجات خلال حفلات التخرج. تعددت وسائل الشرطة لمواجهة المحتجين، آخرها استخدام الدراجات النارية لمواجهة وصد المتظاهرين في جامعة ميشيغان. عموما هذه التظاهرات الطلابية سيطرت على الحدث الأمريكي خلال الأسابيع الماضية وقد تصبح قضية انتخابية لدى المرشحين، وذلك لدى المرشحين لرئاسة جو بايدن ودونالد ترامب، ولديهما آراء متناقضة حولها. هناك حركة واسعة في صفوف الطلاب الذين يتظاهرون إما مطالبين بوقف الحرب في غزة أو تأييدا للقضية الفلسطينية، وهذا ما دفع الرئيس بايدن ومنافسه دونالد ترامب للإدلاء برأي. أولا هناك حق في التعبير وللتجمع السلمي وإبداء الرأي، وثانيا هناك حكم القانون ويجب أن يحترم. هناك حركة اعتراض كبيرة لدى الشباب الأمريكي على مواقف جو بايدن، ولكنهم لن يذهبوا إلى صف ترامب. أقول لكل رئيس جامعة انزع المخيمات واضرب المتطرفين فورا وأعد السيطرة على الحرم الجامعي ليتوفر مكان آمن لكل من يريد أن يحصل العلم. هناك حركة اعتراض كبيرة أيضا على ترشيح بايدن وترامب، ولكن عندما يطرح السؤال على الشباب من عمر 19 عاما إلى 29 لمن سوف تصوت في الانتخابات، يحظى بايدن ب 48% من أصوات الشباب، وهو لا يريد أن يفرط بهذا التأييد. فيرغنم العربية من جامعة جورج واشنطن.
من باريس ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب. سيد خطار أهلا وسهلا بك. سيد خطار، هل الإجراءات الأمنية اليوم متناسبة مع ما يقوم به المتظاهرون؟ إلى أي حد ساهمت هذه التدخلات الأمنية في إشعال الاحتجاجات؟ وهل هناك إمكانية لأن تتحول إلى نزاعات وعنف مسلح بين الطرفين؟ أحييكم وأحيي الفريق العامل في قناة العربية وكل من يتابعنا. حتى اللحظة نعم يمكننا أن نتكلم عن تناسب ما بين عمليات احتواء وقمع التظاهر والاعتصامات وبين ما يجري. لا يتم أي تدخل للشرطة بدون طلب من رؤساء الجامعات والمعاهد والكليات، وهذا يأتي بعد استنتاج بتعطيل العمل الجامعي. وهناك تفريق في الولايات المتحدة بين حرية التظاهر والاعتصام وكل أنواع الاحتجاج السلمية وبين التعطيل والفوضى، خاصة أنه خلال الاعتقالات في كولومبيا مثلا اتضح أن 30% من المعتقلين لا علاقة لهم بالجامعة، لا من قريب ولا من بعيد، أي أن هناك أطراف حاولت الصعود على هذه الموجة. بالطبع موجة الاحتجاج لا سبب لها. دكتور خطاب، هذه مسألة مهمة، دخول أطراف ثالثة. دخول أطراف ثالثة على الخط يا دكتور قد يعني كما يرى البعض قد تفضي إلى صدمات مسلحة، وبالتالي نسأل هنا عن قضية تشريع حمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن أن يفتح أزمة جديدة على الجامعات في هذه الاحتجاجات وبانزلاقها تماما إلى أي مواجهة يعني مواجهة بالسلاح وتكون يعني حادة أكثر مما هي عليه اليوم؟ نعم، هذا موضوع حساس. منذ ما قبل مجيء ترامب في 2016، منذ 2012 هناك إشكالات حول هذا الموضوع، لكن هناك انقسام يتعمق في المجتمع الأمريكي بين من يمكن أن نسميهم الملونين من جهة، وما بين الفريق الآخر الأبيض الإنجيلي، وهذا يؤدي إلى توتر وعلى خلفية أي أعمال من هذا النوع. ولذلك حتى اللحظة الاحتواء يسير جيدا. مسألة حمل السلاح كانت مطروحة بعد اعتداءات على المدارس، وفي بعض الولايات كان هناك دفع للتشريع لكي يتمكن الأساتذة من حمل هذا السلاح الفردي من دون شكل ظاهر، لكن الآن مع توسع الاحتجاجات هذا الموضوع سيكون حساسا جدا وسيكون في صلب الحملة الانتخابية. نعم، وهذا ما كنت أريد سؤالك عنه، يعني إلى أي حد اليوم هذه الاحتجاجات تؤثر أو هذه الضغوط الداخلية تؤثر في قرارات الإدارة الأمريكية حاليا وفي سياساتها الخارجية، وإلى أي حد ستنعكس على المسار التنافس الانتخابي ومحاولة الصعود إلى الرئاسة في الولايات المتحدة؟ هذه الاحتجاجات لا تحرج الرئيس السابق دونالد ترامب، لأنه أشاد بالشرطة واعتبر العمل رائعا عندما اقتحموا جامعة كولومبيا، وهو ضد الفوضى كما يكرر دوما. أما بالنسبة للرئيس بايدن فالإحراج عنده، لأن يعني جمهوره من فئة النساء والشباب، وأخذ يخسر حسب استطلاعات الرأي من جمهور الشباب. طيب، لأن بينهم من هو مؤيد القضية الفلسطينية. وهذا ربما دكتور ما تبعناه مع مراسل العربية بيير غانم قبل قليل. شكرا لك من باريس أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب. الجيش الألماني يتعرض لخرق أمني ثان. هذه هي المرة مكن الخرق من العثور على أكثر من 6000 اجتماع عبر منصة ويبكس التابعة للجيش، بعضها مصنف على أنه سري ويتناول مواضيع تتعلق ب الأسلحة كصواريخ تطالب بها أوكرانيا مثلا. الخرق أيضا ساهم في معرفة غرف الاجتماعات الافتراضية المخصصة لأفراد الجيش الألماني البالغ عددهم 248 ألف. من بين الأمور الأخرى
هو العثور على غرفة الاجتماعات الرقمية الخاصة بقائد القوات الجوية الألمانية إنغو جيرهارتس وفقا لموقع تسايت أونلاين. من مدينة بون الألمانية ينضم إلينا رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. سيد جاسم، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. ليست المرة الأولى التي يتم الاعتراف بهذه الاختراقات التي طالت الجيش الألماني. اليوم نتحدث عن 6,000 خرق من المفترض يعني أن تكون أغلبها طبعا من الجانب الروسي. أين الضعف في هذه المسألة سيد جاسم برأيك؟ الضعف يكمن في الأمن السيبراني، كون أن وحدات الجيش الألماني يبدو أنها لم تخضع أو لم تستخدم الأمن السيبراني الألماني BSI، وإنما يستخدم شبكة أمريكية وهي شبكة أو موقع VBACS أو ويبسايت اللي تابع إلى شركة أمريكية هي BWI. فإذا أجد أنه المشكلة بين الجيش الألماني يستخدم تطبيقات غير آمنة، ويبدو أنه هي محدودة التداول ولا تتمتع بسرية عالية، وهذا ربما يوجه الاتهامات إلى مفتش الدفاع وكذلك إلى مفتش القوى الجوية في الجيش الألماني. طيب ماذا عن خطورة المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال هذا الاستهداف السيبراني، وماذا أيضا عن الجهود الألمانية اليوم من أجل تطوير يعني السياسات الأمنية السيبرانية لمواجهة مثل هذه الحوادث؟ المعلومات التي يتناولها الجيش الألماني تعتبر معلومات خطيرة وحساسة، كون أنها تتعلق ربما في منظومات التسلح، وخاصة عندما نتحدث عن منظومات توروس وكذلك التسلح وتقديم الدعم إلى أوكرانيا. ما عدا ذلك هنالك خطط أيضا في موضوعات الخطط العسكرية، فإذا هذا يمثل بصراحة خطر أمني. وأما موضوع يعني مدى قدرة الاستخبارات الألمانية في يعني معالجة هذا الخطأ، يبدو أن هذا الخطأ سوف يتكرر، وهذا يكمن في ربما في إخفاقات أمنية. طيب سيد جاسم، يعني أخيرا كان هناك خطوة باستدعاء السفير الروسي طبعا للتحقيق في الاختراقات السيبرانية الأخيرة. في ظرف مثل هذا الظرف اليوم، مواجهة روسية غربية، هل نحن أمام تصرف ليس صحيحا أو على الأقل يعني تصرف روتيني فقط لا يرد الاعتبار فيما حدث؟ بدون شك رمزية الخرق الأمني، وأجد أنه من وجهة نظري أنه هذا إخفاق أمني وممكن أن يتكرر. أما استدعاء السفير الروسي فهو إجراء روتيني لا يؤثر على العملية، وربما الجهات المتورطة أو المسؤولة عن هذا الخرق هي تدفع بالجانب السياسي أكثر مما يكون موقف فني. طيب، إلى الأمن السيبراني. سيد جاسم أشكرك، أزف الوقت. من مدينة بون الألمانية انضم إلينا رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. مشاهدينا نشكركم على طيب المتابعة، شكرا جزيلا لك نايف. شكرا رجاء. دائما العربية دوت نت لمزيد من الأخبار والمعلومات. نعود ونلقاكم غدا. إلى اللقاء. في أمان الله.